هذه، واليوم الختامي لموسم 2017-2018 الكويت اليوم تتويج في بطولة الدوري للمرة السادسة على التوالي. طبعا الكويت على نفسه بطل للدوري. قبل هذه المباراة كانت في مباراة اجمعت بين فريق برقان وصليبخات، وانتهت المباراة بفوز فريق برقان ورفع رصيده برقان الى 6 نقاط. رمية جزاء راح ينفذها بخيت جميل ويصوب بخيت جميل ويسجل اول اهداف كرمه، وحصل على رمية التسعة. الحداد يصوب ويسقط الكرة لسالم عبد السلام، وتصويبه حلوة داخل المرمى. تتبع سريعا للكويت، المشاوب يصوب لكن بيشيلها عبد العزيز الضفيري. عبد العزيز الضفيري من الجناح بيشيل اول تصويبه من الكويت. هذا السيد مرزوق الغانم رئيس الفخري لنادي الكويت ورئيس مجلس الامه، وبجنبه ولا سلمان المشعل له كلمة. اوه يا سلمان يا مشعل، سلمان المشعل تمرير تبديل موفق. سلمان المشعل بيشيل رمية الجزاء الأولى من بخيت جميل، وهدف سريع يسجل عبد العزيز الشمري للكويت. شوف التمريرة والدخول من الجناح وتسجيل حلو. سلمان مشعل قاريها بالبيت، جواد بيحاول الضغط والمرور بيسقط للدائرة مقطوعة من المدافعين. تحول سريعة للكويت، المسوي صالح المسوي خلصها بالمرمى. محمد جواد يدخل من الجناح ويسجل محمد جواد الهدف. شوف هذه الهدف لكاظمة، الهدف الثالث، وهني على طول سريع لكن الخيط كان مراقب من يعقوب بشير. سالم عبد السلام يصوب سالم، وفي ايقاف مؤقت على يعقوب بشير قبل نهايه بجولتين هو اعلن نفسه بطل للدوري. هدف يسجله نواف الشمري، الاختراق وتسجيل الهدف الثالث عن طريق نواف الشمري. كرة سريعة من حداد، سلمها لمبارك الخالد من الجناح، لكن احمد البرعان بيشيل كرة وهدف للكويت، الهدف الرابع عن طريق سعود الضويحي. هجمة سريعة الكويت يخلصها بالمرمى سعود الضويحي ويسجل. حمد العنزي مبارك الخالدي، واوه حلوه من مبارك الخالدي. مبارك الخالدي خلصها بالمرمى، يعود بكاظمه للتقدم. الدخول من الجناح، فتح الزاويه ولعبها من الزاويه البعيده وسجل. مواجه للمرمى الموسوي وعبد العزيز، والموسوي خلصها بالمرمى. صالح الموسوي يخلصها بالمرمى الى محمد جواد الى الحداد. اوه يا الحداد احدها على احمد الفرعان، تصويبه قويه داخل المرمى. يسجل يوسف الحداد الهدف ويرد عليه الخميس. نحط صح على يوسف الحداد ونحط صح على عبد الله الخميس. اسماعيل خزعل بيحاول يسلمها لمحمد العنزي، دخول ابراهيم الامير من الجناح. ابراهيم الامير يسجل صعب وقوي لنادي الكويت. نواف الشمري الى عبد الله الخميس، ارتقوا يا عبد الله الخميس. سلم ابراهيم الامير، ابراهيم لمحمد، واحد بواحد. محمد وانذر على عبد الله الخميس. محمد سعود الضويحي، الموساوي، عبد الله الخميس. يا عبد الله ارتقاء من الثبات وتصويبه. شوف جاب فريل الثنتين وصوب كره قويه داخل. احمد جواد، احمد مراد، احمد هادي مراد
يخلصها داخل المرمى. شوف عمل الخداع على اسماعيل خزعل، احمد عبد الهادي، ابراهيم الامير. يا امير يا امير يا امير، بيصوب كرة مفاجأة على احمد الفرعان ويسجل الهدف العاشر. يتقدم كاظم بفارق هدفين. حاول الضغط، يسلم لمشاري، مشاري عبد الله القربلي بيموله. يا عبد الله فعلا المغربل غربل فيها المدافعين. شوف التوميه شلون حرك المدافعين وصوب داخل المرمى. حاول يسقط كره مقطوعه، ترجع لعبد العزيز الشمري، وين يخلصها عبد العزيز؟ داخل المرمى، داخل المرمى. خطا وقطع الكره من المدافعين وتحويلها الى فاست بريك سريع. وهذه الجماهير متفاعله مع الهدف اللي سجله عبد العزيز الشمري والتمريره المتقنه من عبد الله الخميس. الشمري بيشيل كره مشاري. اوه هدف سريع بيسجل محمد جواد، بيسجل الهدف 11 يعود. شوف محمد جواد اخترع واخذ القرار بالاختراق والتصوير. محمد مراد يخترع. اوه يا محمد جواد، محمد جواد يصوب كرة قوية. شوف يخترق وياخذ القرار بالتصويب وكرة قوية. شاري ترجع لسالم عبد السلام، سالم يسلمها لمحمد العنزي. محمد العنزي يخلصها داخل المرمى، ولأول مرة كان ما يرفع النتيجة إلى فارق 3 أهداف. هذه الكرة الأخيرة اللي سجلها لكن العارضة تقف إلى جانب الضفيري. ترجع سالم عبد السلام ويخلصها. سالم عبد السلام تنفذ لي شاري عباس، سعود الضويحي بيصوب سعود ويسجل الهدف 12. سعود أخذها ودخل بين اللاعبين، ودفاع متأخر من مبارك الخالدي خلصها داخل بموه بالأولى. واه الكرة اللي بغت شاري عباس، شاري مررها لشقيقه مشعل وضفيري يشيلها، الضفيري يشيلها. هذه ثاني كرة الضفيري يشيلها من الجناح. شوف الضفيري حارس مرمى يطلع من الدائرة، مررها لأحمد. يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أحمد، أحمد مراد يصوب. شوف من الارتقاء الجنب العالي وتصويبه في سقف الدوسري، بيسلمها لعبد العزيز الشمري، عبد العزيز لعبد العزيز، أو يسلمها للمسوي والمسوي خلصها داخل المرمى. يستغل نادي الكويت الهجمة السريعة العكسية ومجهود فردي من 3 نقلات، يسلمها للمسوي اللي من غير اي مضايقه. شمري نواف يسلمها لعبد العزيز، عبد العزيز للشمري يخلصها بالمرمى، يخلصها بسقف المرمى ويخلص النتيجه الى فارق 3 أهداف. هذه كره حتى الجزاء ينفذها المسوي. يا المسوي يا المسوي، صالح صالح المسوي يخلصها بالمرمى ويسجل. سلم بخيت يصوب، وسلمان بيصده. سلمان عبد السلام الحداد، الحداد بيسلمها للقطان والقطان يسجل. احمد القطان الكويت الان اكتمل لاعب وباقي لاعبين. مشاري عباس، مشاري محمد جواد يصوب كرة داخل المرمى، داخل المرمى يسجل الهدف 18. حاول فيها سلمان المزعل لكن الكرة كانت أسرع منه. شاري 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 عباس يصوب من فوق المدافعين. شوف ارتقى وصوب مكان عبد العزيز الضفير، راح ينفذها مشعل عباس. مشعل بموه بالاولى بالثانيه وبيسجل الثالثه.
مشعل عباس يخلص عباس. مشعل مشعل يا مشعل يا مشعل يا عباس الخويت سلمان والعنوزي المساوي وين بموهب الاولى والثانيه والثالثه بداخل المرمى يسجل محمد العنزي بيصوب ويسجل محمد العنزي يسجل محمد العنزي شعل بضويحي شاري عبد الله الغربلي الارتقاء العلو يا 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 عبد الله يا عبد الله يعقوب السيري شاري عباس شاري يا مشاري يا مشاري يا مشاري مشاري خلص صب المرمى ويسجل هدف التعديل 21 21 27 دقيقة وعشر ثواني هذا مشاري وتصويب الدفاع سالم سالم خي جميل خي جميل إلى القطان القطان مقطوعة وأطلقت الآن صابرة نهاية الوقت المستقطع وتم الكويت حافظ على سجله خالي من الهزائم رغم التعادل وألف مبروك لنادي الكويت حصوله على بطولة الدوري لكرة اليد لموسم 2017-2018 والكويت يحافظ على سجله من غير هزيمة في المباراة 119 مبروك للكويت والآن السالمية أصبح 11 نقطة وكاظمة أصبح 11 نقطة لكن نرجع للسالمية هو متفوق على كاظمة في مباراتين يصبح هو الثاني وكاظمة يبقى على على ترتيب السابق هو المركز الثالث ثواني معدودة سأعود بكم الآن إلى الاستوديو التحليلي وزميلي عبد الله حسين على أن أعود معكم للتتويج فريق نادي الكويت في بطولة الدوري إليك الميكروفون زميلي عبد الله وضيوفك الكرام لاعبين نادي الكويت بالميدالية الذهبية أحمد الفرحان هذا سعود الضويحي مشعل السويلي عبد العزيز ولي شاري هذا مشعل عباس وتغليده مشعل عباس هذا محمد الغربلي عبد الله الخميس سعود الضويحي سلمان المزعي هذا نواف الشمري عبد العزيز الدوسري هذا عبد الرحمن البالول اللي اليوم ما شارك بالمباراة بسبب الإصابة هذا الموسوي صالح الموسوي مشعل سويلب هذا خالد الغربلي الراجمة شاري صيوان نواف الشمري عبد العزيز الشمري هذا عبد العزيز وليد لاعبين الاحتياط لنادي الكويت يعقوب السيري سعيد حجازي مدرب فريق نادي الكويت او مشرف راشد هذا ايمن الشيخ ياسين بوكر اخصائي العلاج هيثم الرشيدي
الآن سيتم تسليم الدرع لكابتن فريق نادي الكويت عن درع الدوري العام عن من قبل رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد لكابتن نادي الكويت محمد الغربلي. ارفع يا محمد وارفع يا محمد بطولة الدوري للمرة السادسة على التوالي. يحصل نادي الكويت على درع الدوري العام لكرة اليد. مبروك لنادي الكويت. والكويت بعض الكلمات لنادي الكويت. هذا الدرع وللمرة السادسة أخذنا قلبنا فيها أعلننا نفسنا بطلا للدوري قبل لا ينتهي في جولتين. وفي المباراة الأخيرة تم تتويجنا في بطولة الدوري والدرع